بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. لم يبق في الدنيا أشرف من الحب في الله، تلك العاطفة التي تجعلك باشا في وجوه أصدقاء المبدأ ورفاق المعتقد الحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. ولما كان الحب في الله خاتمة مراحل تسبقه في مراقي الإيمان، وكانت ثمرته لا تبدو إلا عند من أنضجتهم حرارة الإخلاص، كان فيض هذا الحب دليل كمال ونقاء يستحقان أجل الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وكلا الأخوين المتحابين في حماية الله وكنفه. روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي قال: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتبازلون من أجلي، أي ينفقون من أموالهم، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. وأثر الصديق في صديقه عميق، ومن ثم كان لزاما على المرء أن ينتقي من إخوانه وأن يبلو من سرائرهم ما يطمئنه إلى معادنهم. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل. فإن كانوا رجالا يعينونه على أداء الواجب وحفظ الحقوق ويحجزونه عن السوء واقتراف الحرام، فهم قرناء الخير الذين يجب أن يستمسك بهم وأن يحرص على مودتهم، وإلا فليحذر الانخداع بمن يزينون له طريق الغواية أو يسترسلون معه في أسباب اللغو واللهو. إن الصديق العظيم قد يقود صديقه إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الأخرى، أما الصديق الغبي المفتون فهو شؤم على صاحبه. وكم من غر قرع سن الندم على هذه الصحبة السيئة، لأنها وضعته على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن الطبع يسرق من الطبع، وما أسرع أن يسير الإنسان في الاتجاه الذي يهواه صاحبه. وللعدوى قانونها الذي يسري في الأخلاق كما يسري في الأجسام، بل إن الروح الذي يسود المجلس قد يكون مصدره من شخص قوي يغمر من حوله بفيض ما يتفجر من باطنه. وقد شوهد أن عدوى السيئات أشد سريانا وأقوى فتكا من عدوى الحسنات، ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البريء منها، ويندر أن يقع العكس. وتقديرا لهذه الآثار وحماية للخلق الحسن والعادات الكريمة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير الجليس، فقال: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل الجليس تلك حال الجليس الذي قد تجتمع به في لقاء عابر في ساعة يسيرة من ليل أو نهار،
فكيف بك مع صاحب العمر الذي يخالطك في السراء والضراء؟ إن صداقة الأذكياء الأتقياء قد ترفع إلى القمة، أما صداقة السفهاء البلح فهي منزلق سريع إلى الحضيض. قال تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.